الو، يا مرحبا. يا هلا بك، كيف حالك؟ هلا سيدي العزيز، بحكي معك صدام ابو زريق، انا من الرمثة من قرية الشجرة. يا زملي صدام، اسمك صدام لحاله يخوف، تفضل. الله يبارك فيك. استاذ الكريم، انا تواصلت مع الاذاعة من قبل فترة. نعم. في جنب بيت اهلي بيت قديم عمره تقريبا لا يقل عن 70 سنة. نعم. طبعا هذا البيت عبارة عن حجر وطين. عبارة عن حجر وطين قديم يعني قصدك؟ قديم قديم جدا. طبعا من فترة أخوي طبعا راح قدم استدعى وقدم شكوى بأمر بإزالة البيت، تقريبا هذا الحكي قبل 4 سنين. طيب. ووصل للمتصرف، والمتصرف طبعا قال له بتطلع على السلامة العامة، خلهم يطلعوا كشف ويعملوا كشف يعني عليها، إذا أنه البيت هاي للسقوط إحنا إن شاء الله يعني بنردمه. فبالفعل طلع على لجنة السلامة العامة، وطلعوا لجنة السلامة العامة وعملوا كشف، وبالفعل كان البيت يعني هاي للسقوط، وأنطوا أمر لرئيس البلدية بهدمه. نعم. طبعا رئيس البلدية رجع، طبعا اسمه أحمد موسى شبول، تقريبا قبل 4 سنين. رئيس البلدية طبعا قال لنا كمان نرجع والمتصرف وصرف الرمثة خلي يعطينا كمان يعني أمر بالإعادة إنه بهدمه. بالفعل ورحنا وصلنا المتصرف، وصل الأمر لرئيس البلدية اللي هو أحمد موسى شبول قبل 4 سنوات، وصلوا أمر بهدمه. فإجا أحمد موسى شو بحكي، بقول له عمي أنا ما بقدر أهدمه إلا بأمر من صاحب البيت، صاحب البيت نفسه. طيب. اللي هو يعطينا أمر بهدمه. طيب. قلنا طيب يعني ليش هو بقول ما بزبط إنه أهدمه بلا ما إنه يعني يعطينا أمر بهدمه، ولغاية الآن لسه ما صار أي شيء. فإحنا هذا الإشي تقريبا اللي بدي أقول لك يا صار عندنا قبل تقريبا أشهر. يعني البيت صار يطلع منه بواهش كثير، صار يطلع منه عقارب، صار يطلع منه زواحف. صار يطلع منه عقارب وزواحف وحيايا وعرسات، مش مشكلة، المهم إنه ما يقع على رأس حدا. هسا يعني هل هناك لجنة يعني فنية؟ رد علي، اسمع مني أخويا صدام. هل هناك لجنة فنية طلعت من البلدية قيبت هذا المبنى آي للسقوط أم لا؟ طلعت هذا الإشي قبل 4 سنين. موثق عندك؟ في كتاب عندك؟ كنت بين يديك في كتاب صدام؟ والله على ما أعتقد لا، ما في كتاب. لا طيب أنت شفت الكتاب يعني لما رسلت رئيس البلدية والمتصرف كان في كتاب يعني إعاز بهدم هذا البيت بناء على تقرير من لجان متخصصة؟ كان في، قلت لك كنا احنا كاتبين استدعاء ووصلت رئيس البلدية، حتى رئيس البلدية جاء لنا كمان انتوا يا عمي اذا في حدا يعني من المتضررين عندكم بنفس الحارة وقولي انه مثلا 4 اسماء متضررين واحنا ان شاء الله نعمل هدف. طيب. وصلنا طبعا ما اعطيناش 4 اسماء، اعطيناه 10 اسماء متضررين بالبيت من أخو الحارة. اخوي صدام يعني مشان اكون انا معك شفاف، ان شاء الله وقعتوا 100 واكيد في هذا البيت ضرر. طلعوا لجنة فنية حسية بسموها، يعني مهندسين شافوا البيت انه آي للسقوط ام لا؟ يعني هل يشكل خطورة على المواطنين او على المارة حتى؟ اذا هناك لجنة طلعت كشف حسي لهذا الموقع وامروا بهدمه يجب هدمه، فهمت علي ولا ما فهمت؟ حتى لو صاحب البيت ما وافق؟ حتى لو صاحب البيت ما وافق طبعا، اذا هناك كشف حسي من مهندسين مختصين تابعين للبلدية انه هذا المبنى آي للسقوط ويجب هدمه، انا اعتقد واعتقد جازي من هدمه بغض النظر بموافقة صاحب أو لا. إما إذا كتبت استدعاء وطلبت من رئيس البلدية أكيد رئيس البلدية ما راح يوافق، يعني أي واحد يكتب، أنا هسه واحد يقول لي تعال هد بيت جارك واكتب استدعاء على البلدية وهده ما بصير، بغض النظر أوكي. في روائح، في عقارب، في حياية. اسمح لي أستاذي، طيب ماشي عفوا، يعني مش السلامة العامة إلهم دخل بهذا الموضوع ولا كيف؟ سلامة عامة غير على الهدم سيدي، سلامة عامة بالبلدية يروحوا ينظفوه يزبطوه يرشوه كاز يدبروه، عرفت؟ يسكروا المبنى. الحاكم الإداري ممكن يعني يوجه صاحب البيت أنه عليك تنظيف هذا المكان وإغلاقه، بس هدمه صعب. طيب عفوا أستاذي اسمح لي بالكلمة. طبعا بسمح لك. طيب هسا احنا هذا الحكي كان قبل 4 سنين. احنا هسا مثل ما بيحكوها الناس وبالعامي احنا نصلي على الحاضر، شو الاجراء المناسب اللي عمله؟ احنا البيت مضايقنا، البيت طبعا يعني بيطلع منه زواحف، بيطلع منه شغلات كثير، واحنا هذا البيت يعني حتى هاي للسقوط باي لحظه، حتى سقفه كل شتوي بنزل صدام منه شوي. صدام انت يعني انت تقرر انه آي للسقوط يعني كيف مثلا؟ عفوا يعني انا مش انا اساعدك يعني بصراحه. ماشي ماشي، أما هو أنا هذا الشيء أنا شايفه قدامي، يعني أنا كل فترة والثانية بنسمع أصوات وإنه واقع شوي من الإحجار، واقع شوي من التراب، وإنه لجوا واقع. طب إحنا بأي لحظة من اللحظات واحد بكون ماشي بالشارع بتكون قبل بس أنا صار أي صاغد كله يا زلمة، كل يوم حجر
بكل الأحوال صديقي هسه الحاكمية الإدارية أو الحاكم الإداري المعني المتصرف متصرف لي ورمت تروح تقدم له استدعاء إنه هذا البيت آيل للسقوط وهو يعني مصدر خطر للمارة وأيضا يشكل إزعاج على المجاورين بالروائح. أنا ما عليك مخبى عفوا اسمح لي أنا أسألك بس أنا كتبت صبر. أنا كتبت استدعاء ماشي كتبت استدعاء ودي أوديها لرئيس البلدية مش رئيس البلدية لأنه هو حكم رئيس البلدية اللي هو علي شبول اللي هو رئيس بلدية سهل حوران. هذا قبل أربع يعني سنوات ولا الآن؟ نعم قبل أربع سنوات ولا الآن؟ لا لا الآن هاي طبعا الحكي هذا تقول من شغل طلبوا لنا رئيس البلدية معلش إيه؟ استنى شوي خليك معي يا صدام يلا تقدر تطلبوا لنا رئيس البلدية؟ أصور لك إياه ها معنا رئيس البلدية؟ رئيس البلدية سهل حوران اللي هو علي شبول معنا الأستاذ علي شبول رئيس بلدية حوران هلا بيك نعم معك مساء الخير يا سيدي هلا مساء النور يا الله يعطيك العافية الله يعافيك بأكل أخونا المواطن صدام يصر أنه هذا المبنى آيل للسقوط هو مقدم استدعى من 2000 قبل أربع سنوات والمتصرف وعطوفتك أنا بقول له يجب أن يكون هناك فريق متخصص للكشف الحسي على هذا المبنى لأنه ما بصير أي واحد يكتب استدعى لهدم أي منزل أو حتى سور إلا إذا كان هناك لجنة متخصصة بعد الكشف الحسي بالموافقة أو عدم الموافقة صاحب البناء شو مشكلة هذا المبنى يا سيدي؟ هذا المشكلة البناء قديمة كأنها بيت مهجور الصوت يا شباب يعني خطر السلام عمي والله إذا ما شفته ولا بعث ناس يعني مختصين بالأمر هذا أما أنه بكرة صحية صحيح عمل إزعاج للجيران أما زي ما بسولف الشاب هذا صدام يعني القرار هدم مش بالسهل طبعا مش بالسهل مش بالسهل أما يعني إذا مكره صحي أو شيء يقدمون استدعاء وإحنا برضو بنكشف إذا إنه آيل للسقوط بشكل خطر على السلامة العامة إحنا مستعدين نخاطب الجهات المعنية ونجيب له قرار إزالة طب أستاذ علي يعني مسؤوليتي ما إذا كان آيل للسقوط فعليا ما عندكم لجان متخصصة مهندسين يعني بالبلدية تجمع على هذا المبنى يعني عن طريق المصرف من الهندسة من الإشغال من البلدية بيكشفوا إذا قرروا إنه آيل للسقوط بشكل خطر على السلامة العامة بأمر مصرف إزالته ونزيله بس اللجنة من عندكم يا سيدي هندسة البلدية طبعا اللجنة يا بشكل احنا يا عن طريق المتصرف سهل يعني انا قلت له يقدم لنا استدعاء من اهل الحي ويطالب بالمطالب هاي واحنا مش مجراتها واحد واحد استاذ علي كمان مرة يعني اذا هو بده يكتب لك استدعاء من خلال البلدية ومن خلالك هناك من خلال. كشف حسي من مهندسين متخصصين الحاكم الإداري يأمر بالهدم وليس له صلاحيات بإبعاث لجنة فنية من مهندسين البلدية موجود بها مهندسين متخصصين يا سيدي احنا بنشكل لجنة بنشكل لجنة احنا كبلدية احنا نطلب من تشكيل لجنة من المصرفية من الهندسة من الأشغال من البلدية حلو وحتى من الصحة وبنطلع بنكشف بكشف هاللجنة شو بقرروا احنا مثل ما بقولوا إذا قررت اللجنة هدم هذا المبنى هل صاحب العلاقة أو صاحب المبنى يستشار أو يمانع إذا ما كان موافق صاحب المبنى بتوقع أنها صعبة شوي كيف يا أبو اللجنة اللجنة يعني لجنة يعني إذا بدك تزيل بناء بقرار محكمة إزالة سيدي يعني هذا إجراء إداري عملي للسلامة العامة أنا ما بعرف المبنى الصحيح بس أنا بقول إذا اللجنة اللي حكيت عنها من البلدية ومن الأشغال ومن الهندسة هندسة البلديات ومن الحاكم الإداري وقرروا هدم هذا المبنى آيل للسقوط كيف يعني بدك موافقة صاحب المبنى بدناش نستبق الأمور إحنا ثاني شو بقرروا يعني هذا موضوع ثاني يعني بس إذا قرروا يا سيدي بهذه اللجنة وافقوا على هدمه يفترض أنه يعني يزال نعم إذا قررت اللجنة والفنية طبعا ويكون معهم ناس من مديرية الصحة إذا قرروا ما في عندنا مانع طيب الموضوع الثاني خلينا يعني أخونا المواطن صدام راح يجيب لك استدعاء وراح نتابعه بإذن الله شخصيا يعني أنا راح كل يوم أحكي مع صدام أشوف شو صار باللجنة أنت بتقول صحيح مكرها صحية أين أنتم إذا كانت هذه المنطقة أو هذا البيت مكره صحية شو الحل؟ الحل إحنا بنودي الجرافة الصغيرة بتنظف يعني بيرشوها برشوا المناطق بدخنوا بالمناطق هذا اللي يعني شغل البلدية أكثر من إيش ما بنقدر ندخل مبنى نيجي نصير مثلا نغير معالمه أو شيء لا لا أنا مش طالب تغير معالمه هو يقول لك أنت بتقول هو مكره صحية في يعني
زواحف وغيرها من الأشياء موجودة وتؤثر سلبا على الجيران. يعني كرئيس بلدية هل هناك حل؟ والله ما في عندنا يعني صلاحيات الرش والتدخين فقط. طيب صدام شو المشكلة؟ صدام غير الرش إيش في يعني ممكن يساعدكم؟ ما أستاذ الكريم إحنا يعني نعم بدي معدم الماخذ، ما بدي أي جرافة صغيرة تيجي تنظف، ولا بدي أي شيء حدا يعني يجي نظف ولا يعمل أي شيء. الدار هاي للسقوط، يعني أنا شو بدي عدم الماخذ يجي واحد، ما تأخذني الكلمة الله يعطيك العافية رئيس البلدية، بس ما بدي أنا أي حدا يجي عشب ولا ينظف ولا أي شيء والدار كلها هاي للسقوط بأي لحظة من اللحظات. أنا شو بدي تنظيف العشب ولا شو بدي تنظيف جيب الشجرة ولا أي شيء والدار بأي لحظة من اللحظات تنهال على الأرض. يا سيدي معالى الرسول للبلاغ، أنت بلغتهم وأنت كتبت استدعاء، وثق هذا الاستدعاء لرئيس البلدية، وكل واحد يتحمل المسؤولية الاجتماعية ويتحمل المسؤولية الأدبية بتذكر. ويتحمل أي شيء إذا كان هناك خطورة على هذا المنزل أو على هذا وقوعه أو انهياره، فبالتالي خلوا ينظفوا. يعني خلي عطوفة رئيس البلدية المحترم اللي معنا الآن أستاذ علي الشبول يشوف المبنى. أنت بتعرف المبنى أستاذ علي ولا لا؟ والله ما بعرف، أما رايح أطلع عليه إن شاء الله. يعني يا ريت تطلع عليه وتشوفه، يعني على الاقل انت صاحب خبره. رايح اشكل لجنه خليه يقدم استدعاء على المواطن هذا الشاب، وراح نطلع اللجنه مثل ما نقول مشتركه تكشف. اخوي علي ما هو يقول لك يعني الاستاذ صدام واثق من كلامه، يقول اذا راحوا ينظفوا ممكن يقع على رؤوسهم، فبالتالي واضح انه في خطر. يعني انا اتمنى من خلالك انه انت رئيس بلديه وعندك القدره الكافيه وعندك الخبره الكافيه انك تشوف هذا المنزل، اذا كان هناك خطوره تشكل على المواطنين الاستعجال بعمليه الكشف واتخاذ قرار بهدمه او عدم هدمه. احنا مع المواطن، بس ما قلت لك قدم، خلنا نمشي بالجرات مثل ما بقولوا سيدي. يعني انت درجة صاحب درجة. انت صاحب القرار، اذا اللجنه إن شاء الله قالت انه هذا هدم المواطن، يعني ما نستنى المواطن. المواطن يعني انا لو اجيتوا علي غير اقول لكم لا، انا كيف تهدوا بيتي؟ يعني انا يعني اي واحد فينا، لانه هذا البيت يكون غالي عليه، يكون هو تراث، يكون له ذكريات، بس لما يكون في خطر الا اذا ها على راي المعلق الرياضي الا اذا صاحب البيت عمل له صيانه وحط له شمع وعاد ترميمه، هذا موضوع اخر، بس لازم تشوفه بأسرع وقت. أنا أتمنى منك أخي علي شبول أنك تزور هذا المكان بالسرعة الممكنة واتخاذ الإجراء اللازم بالسرعة الممكنة إن شاء الله. ما قلت هذه قلته من مبارح، يعني قدمنا استدعاء خلينا نطلع ونشكل لجان ونشوف شو الوضع. كل الشكر أستاذ علي شبول لرئيس بلدية رئيس البلدية المحترم وأخونا صدام. صدام يا ريت تتصور لنا الموقع، بالله اعطوه رقم واتساب من اي، اعطوه رقم عدي قدوره او يا تليفون يزن، اعطوه رقم يودينا صوره البيت. واتساب صدام معي؟ صدام صدام الو سامعني؟ سامع تفضل. طيب اخوان في الاعداد اعطوه رقم عليه واتساب اذا سمحتم، اي رقم، رقم عدي او رقمي حتى اعطوه، خلي يصور الماده، صور البيت يا صدام، بعث لي واتساب على الرقم اللي راح يعطوك اياه. هسه بودي لك ان شاء الله الصور على الواتساب، كل الصور نحاول نصور، وراح انا اتابع شخصيا مع رئيس البلديه وحتى مع وزير البلديات ومع الحاكم الاداري، الا اذا كان هذا الكلام غير صحيح. اما اذا كانت هذه هذا المبنى اي للسقوط ويشكل خطر، ترى بنزعل منك. هسه البيت، انا البيت قلت لك هاي للسقوط باي لحظه من اللحظات هاي اولا، ثانيا مشان ازيدك من الشعر، بيت احنا حتى بالشتويه من السور نفسه، لانه قلت لك حجر وطين، من السور نص السور بيطلع مي قاعد، هذا الشيء شو بيؤدي؟ صديقي بيؤدي شوي لو انه كان مي صديقي قويه. انا ما شفت البيت ولا انا مهندس، احنا بدنا نصور البيت ونبثه على التلفزيون ونقول هذا البيت اي للسقوط او لا، رئيس البلديه والحاكم الاداري والهندسه والاشغال العامه يبعثوا لجنه يشوفوا ويقيموا انه هذا البيت لو صارت أي هزة بسيطة أو أقول لك ضربة سيارة يقع ولا ما يوقع، هذا لا أنا ولا أنت نقرر هذا الكلام. فبالتالي إذا كان هذا الكلام يقول عنه آيل السقوط اللجنة بتحدد ويجب هدم البيت بغض النظر عن موافقة صاحب البيت أو لا. شكرا، ابعث لنا الصور ضروري واعطوا رقم الواتساب. شكرا. طيب بس اسمح لي شوي دقيقة عليك شوي. تفضل. يعني هسه انا الاستدعاء اقدمها لابو الصائب اللي هو رئيس البلديه، مزبوط؟ رئيس البلديه، وبعث لنا نسخه من بعث لنا منها نسخه وصورها على تليفونك بالتاريخ. هسه راح اصور لك اياها على الواتساب كمان بالضبط، الصور راح اودي لك اياها صورتها على الواتساب. تروح على البلديه توديها على الصادر يختموا لك اياها على الصادر ولا الوارد وتصور لنا اياها وتصورها تخليها عندك. طيب زودوني برقم على الواتساب مشان اودي لك كل شيء على الواتساب. الشباب يعطوك رقم واتساب.
شكرا صدام. يا حبيبي يا مرحبا.